قصف دمار، شهداء وجرحى وأيتام، نزوح وتهجير، ولا سقف بيحميهم من برد الشتاء ولا حتى حر الصيف. آلاف العائلات من السوريين عايشين بالعراء بعد ما فقدوا كل شي بيملكوه، وصار الحلم خيمة. ونحن كفريق ملهم ما وقفنا ولا لحظة عن الاستجابة لأهلنا المحاصرين والمنكوبين بسوريا ودول اللجوء، وبذلنا جهدنا لنخفف عنهم قد ما منقدر، بس كنا دايما نوقف عاجزين عن تلبية أهم مطلب إلن، سقف يقاويهن. بالرغم من أنه أغلبنا من خريجي الهندسة، بس كرمالن تفرغنا للعمل الإغاثي والإنساني، واليوم رجعنا للهندسة كمان كرمالن. قرية ملهم، قرية صغيرة لتحقيق حلم عيلة شهيد أو معتقل أو جريح بالشمال السوري اللي فيه آلاف العائلات النازحة من كل سوريا. مشروع بلشنا فيه من الصفر، واليوم أطلقناه بموقع إلكتروني خاص لحتى تساعدونا نحقق لهم هالحلم. فيك تختار الطريقة اللي ممكن تغير واقع عيلة عم تستنى تبرعك. فيك تتكفل ببناء بيت عن طريق التبرع بمبلغ 4800 دولار دفعة واحدة، أو فيك تقسط المبلغ على سنة أو سنة ونص، ونحن بدورنا رح نعطيك عقد ليكون هذا البيت واقف باسمك لعائلة أيتام أو جريح، وفيك كمان أنت تختار هاي العيلة. وفيك كمان تتبرع بعدد من الأسهم، علماً أنه قيمة السهم 50 دولار، وتساهم ببناء بيت لعيلة محتاجة. فيك تتبرع بزكاة أموالك لبناء بيت، وبالتالي نحن رح نتكفل بتمليك البيت لعائلة يتيم أو جريح مدى الحياة. المرحلة الأولى هدفنا فيها أنه نعمر 150 بيت، وكل بيت رح تساهموا بإعماره في رجل أعمال رح يتبرع ببيت بالمقابل، وبالتالي تبرعك رح يكون مضاعف، ورح تكون قرية ملهم فيها 300 بيت. هذا المشروع هو تحدي كبير بالنسبة إلنا وحلم بالنسبة إلن، والهدف تغيير واقع. www.mulhamvillage.com